يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة انتي ان ناين لايف. نهارك سعيد ويوم ان شاء الله سعيد على كل اللي بيتابعونا على مصر كلها. النهارده اول يوم اعادة على معظم المقاعد الفردي للانتخابات البرلمانية، وتوقعات كتيرة جدا، توقعاتنا احنا وتوقعات المحللين السياسيين، وهبتدي توقعاتكم انتوا. صباح الخير يا دين. صباح الخير صباح يا الخير مي. يا شريف. صباح صباح الخير. الخير يا شريف. معلش انا مشغول شوية، فايه يعني ما يعني خليني في اتفضل يا البداية اصبح على كل السادة المشاهدين وصباح جديد وصباح جميل على كل مصر. اللافت نظر في الانتخابات سواء ما بين مؤيد ومعارض، ان ده ميرسي قوي يا شيخ، بجيب الكيك لسه. ما بين مؤيد وما بين معارض، عجباني قوي الحاله الايجابيه اللي موجوده عند المصريين، بما ان كل الناس قبليها بيوم، يعني امبارح، يعني كل الناس عماله تتكلم انا عندي اعاده، انا عندي اعاده، كل واحد منحاز للفريق اللي هو بيشجعه. فالفكره دي في حد ذاتها ان عجباني ان في اقبال، يعني في اقبال وفي نروح من وفي ايجابيه في نفس الوقت. بس استوقفتني حاجة النهاردة الدكتور حسن نافع، هو محلل فيها اللي حصل في الجولة الأولى في الانتخابات، هنقولها سريعا. هو قال إن صعود تيار الإسلام السياسي الذي سيكون له ثقل أكبر على الساحة السياسية المصرية في المرحلة المقبلة، وهو أمر كان متوقع. الجديد في الأمر أن جماعة الإخوان المسلمين التي اعتادت أن تظهر بمظهر المتحدث الرسمي أو الوحيد باسم هذا التيار لن تكون وحدها على هذه الرقعة، وستواجه بمنافسة قوية من جانب السلفيين. برتقال ولا برتقال؟ بحب برتقال. الذين يشكلون في الواقع أجنحة مختلفة المواقف والأطروحات. وقال كمان انهيار الأحزاب التقليدية التي نشأت في حضن النظام القديم، أي كانت توجهاتها الأيديولوجية وبرامجها السياسية، وسواء انتمت إلى اليمين أو اليسار أو إلى الوسط، وهي تدفع الآن فاتورة استكانتها وقبولها للعب دور المحلل لهذا النظام. وأخيرا تشتت قوى الشباب التي أسهمت في تفجير الثورة وتوزيعها على أحزاب كثيرة لم تتمكن حتى الآن من أحداث اختراق لإقناع قطاع كبير ومؤثر من الناخبين. وتقريبا لخص كل توقعاتنا ولخص كل اللي حصل في المرحلة الأولى، يعني بالظبط. وفي نفس الوقت هو كمان بيقول إن لحد دلوقتي إن الخريطة السياسية لسه ما لهاش شكل نهائي، لأنه متوقع إن يكون في زي ما بيقولوا بعض الناس تجتمع مع بعض، وبعض الناس زي ما كنا تحالفات بقى وتناقضات. طيب الكيك حلو ولا ايه؟ صحيح يا شريف. الكيك حلو؟ حلو تمام. يعني احنا يعني انا ما اتعبش نفسي وانزل السوق واجيب حاجات وبتاع عشان في الاخر ما تاكلوهوش، فانزلوا كله عشان صباح الخير مشاهدينا. صباح الخير مشاهدينا. وزي ما اتكلمنا طبعا النهارده الاعاده، وفي الاعاده افاده، بنتكلم طبعا على ان الصوت والمشاركه مهمه جدا، حتى لو كان المرشح اللي انت متوقع ان هو هيكسب كده كده في الاعاده، فتقول خلاص بقى ما هو كسبان كسبان. لا، انزل وشارك، مهم جدا في 9 محافظات على مستوى الجمهوريه في المرحله الاولى. النهارده طبعا هيكون كلامنا كالعاده عن الانتخابات، طبعا حديث الساعه هيكون معانا فقرات كتيره جدا. اول فقره هتكون الصحافه طبعا، وهيكون معانا فيها الاستاذ الصحفي محمد زكي، وهو من جريده الوفد. هيكون معانا ايه تاني يا مي؟ معظم فعلا زي ما قلت فقراتنا النهارده على الانتخابات والتوقعات واللي حصل في المرحله الاولى، وال هقول كل انعكاساتها على نزول الناس النهارده ودخولهم فعلا مراكز التصويت. فعندنا فقره مع استاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم وتوقعاته للانتخابات ازاي هتمشي النهارده. في تاني طب دينا بتاكل كيك. صباح الخير. ايطاليا مي. في لا كمان والله في فقره كمان هتبقى لطيفه جدا عن مش هقول التوقعات اللي حصلت قبل كده، بس متابعه الاحداث، يعني هنشوف كده ملخص اللي حصل مع استاذ نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. بعيدا عن الانتخابات معانا فقره، هي الفقره الوحيده اللي بعيدا عن الانتخابات، وهي مبادره كتاب الناس لمصر. والكتاب ده متهيألي يعني ان مجموعه من الطلبه المصريين هم اللي كاتبين الكتاب ده، وعندهم حلول لحاجات كتيره جدا، ومنها كمان حلول لديون مصر الخارجيه. فهيكون معانا الضيف احمد الوقاد مسؤول العلاقات العامه لمبادره كتاب الناس لمصر، وكمان احمد رفاعي المتحدث الرسمي لمبادره كتاب الناس لمصر. وطبعا اكيد مش هتسيب الانتخابات، هنرجع تاني نتكلم على الانتخابات في اخر فقره، وهيكون معانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشوباشي اللي هتدينا كده رايها الحكيم ساعات والثائر ساعات كتير جدا على الانتخابات وعلى جوله الاعاده وعلى في معظم الوقت على رايك فعلا بيبقى ثائر جدا جدا جدا. هي استاذه فريده؟ دي حقيقه. بس أوي. يعني بس اعتقد ان هو زي ما احنا اتكلمنا فعلا ان الاختلاف في الاراء هو ده المهم جدا، واحنا في مرحله لازم يكون فيها الاختلاف وتقبل الاختلاف، ودي اهم حاجه. هنروح لفاصل ونرجع تاني مع الصحافه، خليكم معانا ونهاركم سعيد.